عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الأول الابتدائي. لقد اشتقت إليكم كثيرا بعد غياب هذه المدة الكبيرة، ولكن من اليوم سنكون معا كل يوم للمراجعة على ما تم دراسته من قبل. هيا بنا يا أبنائي، بسم الله. هيا بنا نتذكر معا سؤال أكمل مستخدما آه مي بو وحرف الفاء الساكن. أول كلمة، كلمة مفتاح. ما الحرف الناقص بها؟ نعم، حرف الميم المكسور مي، مفتاح. الكلمة الثانية أرنب. أرنب، نعم الحرف الناقص حرف الألف آ، أرنب. الكلمة الثالثة برج. برج، نعم الحرف الناقص حرف الباء بو، برج. أما الكلمة الرابعة فهي كلمة ضفدع. ضفدع، نعم الحرف الناقص هو حرف الفاء ضفدع. كان هناك سؤال آخر، حلل إلى مقاطع صوتية. من منكم يا أبنائي متذكر كيف نحلل الكلمة إلى مقاطع صوتية؟ نعم يا أحبائي، عندما يكون الحرف متحرك يكون بمفرده في مقطع، والحرف الساكن يأتي مع الحرف السابق له. أحسنتم، وحرف المد يأتي مع الحرف الممدود في مقطع بمفرده. أحسنتم يا أبنائي. الكلمة الأولى أذن. أذن، فهنا حرف الألف في مقطع لأنه متحرك والحرف التالي له متحرك. إذن الألف في مقطع، زو الذال في مقطع، والنون في مقطع، فهذه الكلمة كل حروفها متحركة. الكلمة الثانية إبرة. إبرة، هنا حرف الباء ساكن، نعم يأتي مع الحرف السابق له في مقطع إب إب، وحرف الراء في مقطع بمفرده لأنه متحرك، والتاء المربوطة في مقطع بمفردها فإنها متحركة. كلمة فجلن. فجلن، هنا حرف الفاء يأتي مع حرف الجيم لأن حرف الجيم ساكن يأتي مع الحرف السابق له، وحرف اللام في مقطع بمفرده. من منكم يا أبنائي يقرأ لي هذه الكلمة؟ نعم بنت، أحسنتم. هنا حرف النون يأتي مع حرف الباء في مقطع لأن حرف النون ساكن يأتي مع الحرف السابق له في المقطع، وحرف التاء متحرك يأتي في مقطع بمفرده. هيا بنا يا أبنائي اقرأوا لي هذه الكلمة. أحسنتم، موز. موز، هنا حرف الواو يأتي مع حرف الميم لأنه ساكن مو، فالساكن يأتي مع الحرف السابق له في نفس المقطع، وحرف الزاي في مقطع بمفرده. هيا نقرأ هذه الكلمة. أحسنتم، باب. باب، هنا حرف الباء ممدود بحرف المد الألف باء، فحرف المد يأتي مع الحرف الممدود في نفس المقطع، وحرف الباء في مقطع بمفرده.
سمير، سميرو. هنا حرف السين يأتي في مقطع بمفرده لأنه متحرك، والحرف التالي له متحرك فيأتي بمفرده. أما المقطع الثاني هذا مي، فهذا مقطع المد والممدود. حرف الياء حرف مد، وحرف الميم ممدود، وحرف الراء في مقطع بمفرده. اقرأوا لي هذه الكلمة يا أبنائي. نعم، فول، فول. هنا حرف الواو. نعم، حرف مد. أحسنتم. أين هنا الحرف الممدود؟ الفاء، الحرف السابق له. إذن فهذا يكون مقطع المد والممدود، وحرف اللام يأتي في مقطع بمفرده. الآن تذكرتم يا أبنائي التحليل إلى مقاطع صوتية؟ تمام. نأتي معا إلى بين حرف المد والحرف الممدود. ما هي حروف المد يا أبنائي؟ نعم، حروف المد ثلاثة: ألف واو ياء. حروف المد ثلاثة: ألف واو ياء. والحرف الممدود يأتي قبل حرف المد. حبوب. أين هنا حرف المد؟ نعم، حرف الواو، والحرف الممدود السابق له مباشرة، حرف الباء الممدود. فيل. هنا حرف المد ألف أم واو أم ياء؟ نعم، هو حرف الياء، والحرف الممدود في الفاء المكسور. نادر، نادر. أحسنتم، حرف المد هو حرف الألف، أما الحرف الممدود السابق له مباشرة هو حرف النون. ني. منير، منير. نعم، فحرف المد هو حرف الياء، أما الحرف الممدود هو النون المكسور. تذكرنا معا يا أبنائي حروف المد. حروف المد ثلاثة: ألف واو ياء، والحرف الممدود يأتي قبل حرف المد. نأتي معا إلى شبكة المفردات. هنا نكتب الحرف ونأتي بكلمات على هذا الحرف، يكون الحرف فيها مفتوح أو مضموم أو مكسور أو يكون عليه سكون. فهنا الحرف حرف الألف. أرنب، الألف المفتوح أرنب. أذن، أذن. إبرة، إبرة. رأس، رأس. هيا اقرأوا الكلمات يا أبنائي. نعم، أرنب. وهذه الكلمة. نعم، أذن. وهذه الكلمة. إبرة. وهذه الكلمة. رأس. أحسنتم. الحرف الثاني حرف الميم. ما هي كلمات حرف الميم؟ موز، موز. مفتاح، مفتاح. مهندس، مهندس. تمر، تمر. فهذه هي كلمات حرف الميم. نأتي معا إلى حرف الباء. كلماته هي بقرة، بقرة. برج، برج. بنت، بنت.
إبرة إبرة. هذه الكلمة من منكم يا أبنائي يقرأها؟ نعم، بقرة. وهذه الكلمة برج. أحسنتم، بنت. إبرة. نأتي معا إلى حرف الفاء، كلماته هي فانوس فانوس، فجل فجل، فل فل، ضفدع ضفدع. فكلمات حرف الفاء هي فانوس، فجل، فل، ضفدع. الواجب يا أبني تحليل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية، وهي أرنب، أذن، إبرة، رأس، موز، مفتاح، مهندس، تمر، بقرة، برج، بنت، فانوس، فجل، ضفدع. هذه الكلمات ستقوم بإذن الله بتحليلها إلى مقاطع صوتية. وشكرا لكم يا أبنائي، كانت معكم أستاذة شيماء يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.